بدينا نتجمعوا في السلاح تما في المغرب، كنا خاليات خاليات في كل مدينه تاع المغرب. بدينا نشريو شويه من اسبانيا وكذا، ديك دي فواتير ترافيكي وكذا والاخرين. قال لك اودي واحد فيهم كان يخدم في لافوندري، قال لك ماذا بينا نخدموا جرونات. بداو يخدموا فيها نجحوا. البرنامج في ذاك الوقت كان باش نخدموا 10,000 رشاشه يعني ديمتريات، 50,000 شارجور نجحنا فيها. من بعد قال لك لما نجحتوا في الميتريات خدموا لنا مورتي، عطوني موديل 60 خدمناه نجحنا فيه. وهذا السرية التامة، هني المغاربة هني الفرنسيس بهذا كيفية. هذه المغاربة ما فاقوش حتى الاستقلال. كان الاستقلال نهار اللي نحينا كامل الماتريال ودخلناه للجزائر، ذاك الوقت عرفوا في كل الماتريال هذاك، عرفوا باللي كان الحق الاستقلال. كي لحق الاستقلال كنا موجدين 5,000 رشاشة بعثناها للولاية، و5,000 بقاتهم بيس ديتاشي. الحق الاستقلال كي لحق الاستقلال كنا موجدين 5,000 رشاشة بعثناها للولاية، و5,000 بقاتهم بيس ديتاشي.